يدخل بغداد وفيها ضربة جزاء بينالتي بغداد. لا يا سمير صحيحة، لا يا سمير صحيحة، لا يا فتحي ما تضربش على يديك، عاود تفرش الريبلاي. بغداد الخبيث، بغداد المكير، بغداد النمس، بغداد الذكي، بغداد الملاعبي، بغداد بغداد بغداد. من هنا ومن هناك يوسف المويبي، بسم الله يوسف المويبي، جول 1-0 للنجم الرياضي الساحلي، 1-0 للإيطوال، 1-0 ضربة جزاء يوسف المويبي. كرة من 11 متر ومن بينالتي الإيطوال، ويوسف المويبي يحطها على يمين شريف كرامي في الشبكة. 1 النجم الساحلي، 0 النادي الأهلي، انطلاقة جديدة في القمة. طبعا ممكن الآن الجمهور المصري من حقه يحتجوا على ضربة جزاء تزفرت وتحدد واللعبة ما زالت والماتش طويل، ولكن هذه هي أخطاء داخلة. أنا متأكد كما متأكدين أن أبو شعيب لو غلطت غلطت على حسن النية. ونذكروا أن العام الماضي النجم الساحلي كانت عنده ضربة جزاء في القارة، بينالتي ترشحوا وقتها بنجاح كرامي وما تحسبتش، وبالتالي كل قدم تمشي سعد، يلا تمشي يا سمير. الآن نحن سعداء، النجم الساحلي يتقدم 1-0 عن طريق يوسف الفينومينو المويبي.